مش سهل تثبتي إنك منجزة وإلك مكانك بالمجتمع، مستقلة فكرياً ومادياً وعملياً. الزمن أكيد تغير، بس لسه في بيوت مسيطر عليها أفكار وأدوار نمطية بتحجم دور المرأة وبتتحكم بتصرفاتها وحتى أحلامها. بس عشان نكون واقعيين، هالحكي ما بينطبق على الكل، لهيك خلونا نسمع شو رأي الشباب بالموضوع. رح تخلي مرتك تشتغل؟ لا، هي شغلتها شغلة البيت. لا، هي لها أكثر من دور. الزلمة هو لازم يقوم بالبيت، هو لازم يشتغل، يعني هذا الأساس. عائلتنا ما في هذا الإشي، إنه مرة تشتغل. مين اللي بفرض عليك التقسيم هون؟ العادات تورثتها أجيال، الأجيال عم بتورثها لأجيال ثانية. يعني المسؤوليات المادية دائما على الرجال. أه طبعاً. هذا الإشي مش متعب للشباب؟ فرض. مين فرض؟ ما حدا فرض، بس هو فرض علي. مرة تطلع تتعب. وتصحى من الصبح تتعب وتشتغل عشان تصرف على زلمة، ما بكون اسمي زلمة. المرأة ما بتطلع تشتغل عشان المصاري، مش مستنية زلمة يريحني أو زلمة يصرف علي. هم بخافوا إنه حدا يكون الأحسن. ليش يخاف؟ بغاروا إنه ليش أنجح مني، ما هي إنه بسموها عنا ما هي مرأة. مش الكل، حسب تفكير الشخص. ليه النساء ما عندهم إنجازات اقتصادية وسياسية؟ لأن الرجل الشرقي بفكر حاله إنه هو المتحكم. مش كل النسوان أو بيطلعوا، يعني مش كلهم بيشتغلوا عشان عندهم رجال زيك. مع أن التحصيل العلمي للنساء عالي، لسه نسبة مشاركتهم بالعمل بعيدة عن الرجال، بسبب أن الرجال عندهم الأولوية بالعمل بنسبة 95%، وهذا سببه منظومة تشريعية وعادات اجتماعية مترسخة عنا. ليش هيك؟ وشو الحل؟ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل منلاقي أنه بسنة 2020 كانت هاي النسبة 14.2%. مشاركة وتوظيف المرأة بتقل إذا كانت المرأة متزوجة وعندها أطفال تحت عمر 5 سنين. كيف بدنا نحل موضوع مشاركة المرأة ونشجع مشاركتها في سوق العمل؟ مثلاً تغييرات في قانون العمل، وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني كلهم عم بيشتغلوا إنه يعملوا يغيروا قوانين عشان نقدر ندعم المرأة إنها تشارك بسوق العمل. فالتغيير كتير بطيء عماله يصير، ولازم يكون في جهود أكتر. مش إحنا اللي عملنا العادات والتقاليد؟ وإحنا اللي عملنا التشريعات؟ شو المشكلة إن نغيرها عشان يصير في مساواة؟ أنتوا شو رأيكم؟